وزير كحجينك وزارة دهور مريت مالية الصوماليلان موسى إبراهيم يوسف سلف أيام أن تطوبر صحري أقسم ياش وحيها كل دون أي وزارة دهور مريت مالية الصوماليلان طوبر كانوا سعودي مسؤولين تني مدلل بعشاء أيام كصاب سنة هنان كلام مرة قيمة تشقضة يشغالها يسدو كله جامين تطلمون إلا جربوا ما ضحنا طوبر كلاص صحري وأحكوا مهم وا كله جدا يشقضة وزارة دهور مريت مالية الصوماليلان وجهرين وحال كاسكها لي ميد كمذا مسؤولين تطوب marka loo soo xiray waxaanu ka sheekeyay qodobada muhiimka u ahaa toobarkani waxaanu soo dhamaaday laba maalmood oo runtii aynu waqti badan ku wada qaadanay kuna bixinaynay guud ahaan qiimeynta shaqaalaha iyo hoggaaminta halabu kale mise hoggaaminta wax tahriirisa baan oran karnaa dabta leadershipka wax loo yaqaano ee loo adeegsado isbeddelka كده هوا ساعده هم احتماليته أو إنتي لأن أرتيهين يجيكي أما مشينكي ودي هنتي واحد ناس صوتك راي يدعو نجوه جامين يوسيخي إن ماليته إسلام خانة إنه ها عنا هي ملاذ يهيكس يقود يقهن كا إسبت البلاد ما ناس صوتك راي إسبت الخاب البلاد هم خو صوتك راي ما راح ده ساعده هنتي أكاكو أنت هاي كده هان كمرة دالين تا أهداف تا وأوين إسبت الخمام الخماليته وطه إذا كنا وحدين، أضرب ضحات كي أما معدي، كود هان كمسؤول كهيدش بدله دهسي، إذا جو كمسؤولة، وأحياء لما تود مهمة دود عليه، وهدي واحد استل دول استعو، كنت يبقى حد إذا يعليش كيدو، أول دل ما هيدا ووين ودولة ده، وحمي ما مكا، شقالة فقط بين هو سمع ده، إسبت الخوص بود ده جيا، ده ده تشتى إسبت لك، مسؤولية ده الخوات إذا كاله. Okay, kerana ini tinggal dah sekali ini, sebab upaya form kerana apa sebab wakabat kau disuruhnya, hal kau tahu yang hal kau halaga kapta, mahal lo bahaya lagu dah, wakar bisne lo bahaya. So kalau harus begini, madam tu hukam yang tin, hukam itu lifteri, hukam itu, awal kau soal bertanya cipta yo, selain mana malu, subuh hari itu lo video kau itu soal sih melihat cewa bi, hukam itu mian lor dasha, soal lo berita. خواه لگه چوایی و حدی بیک که لگه سیچس کرد دمور داری، ولی بختابه نقطه باشه اسکل به نقطه. مگه هوگامی تو تو آواح لبگان که خو، قفل لگه بسان که خو، و آداب کنی که خو. نوع عصب هوگامی تو وحده حلیل سام و حلی سانه. و نوعی مگه الله آکین اسبدله و وین ایمه متعی. و حفلی آوحیان خبر نی لبرد معلومات. یو دوباره اینکه بنای سوچیسین و محل کودل سعی. إنا نحفيسه ده نكون قندونه كلنا نقندونه إسلام كان اسمه ده الخاسي أي مخاك دونه وحيهنا أدب دونه وما سنتين وقتها هيو شهديها الله بدأ شغل السين وزير كحجينك وزارة دهور مريت مالية الصومالي لان موسى إبراهيم يوسف سلف أو توبر كوسو حري مسؤولين تاني كتر سن وزارة دهور مريت مالية ده أي كرادر دارمي سيد الله ويلين لحا توبر كان إسلام مركان أيوغا مقال هيد حبسو من سعود كهولها شقي وزارة دهور مريت مالية الصومالي لان كان الدوح وكصاف سناسا حسن شاقي صدح قيبو دو ووين بوكا كوبنا سالة سعوطان دوحان ولين هاي استراتيجيات جود وينو كده يجني een qorsha hawleed iyo sanad la ah oo ay ka farcamayaan maxaan ku raadahay een the objectives iyo activities ay ka farcamayaan oo sanad ka dhan soconaya oo waaxaysan oo maxaan ku raadaa een madax qaybeedsan oo shaqaalaysan runtii taagu horeysan u baranayna waxa weeyaan sidii waxqabadkan qorshaha ay noo yeelay waxqabadkaasi loo maamuli lahaa ee qof kasta shaqadiisa uga gudan lahaa si on time si maxaan ku raadaa efficiency oo مارتي دافي عنو سأقوم أنا كسنة قيبت اللباد مارتي عدد للرشب كواح ويان تا محان كورا دا سيأينو دي هقامين تين يو محان كورا دا كورو وقادي الحين سيأينو اقار نيول كين يو استراتيجية دينا تصدحات واح ويان واحن ساد كوار قفتان دي واحن وضنا ديو هاوين ديو هاوين تنا رنتي واحو بحان تا وحكا دي مانايا اسبدلو قار تكنيكالا يقار محان كورا دا فرس دغالا يقار نوع كستا waxay u baahan yihiin isbeddeladaasi in la maamulo oo marbas ugu fudud ee ugu fiican ee ugu wanaagsan loo hirgeliyo kulanka saddexda qaybood ee halka ku baranay runtii toobar aad iyo aad u qiimo badan buu ahaa idinkana waxaan idin ka mahadnaqayaa sidii wanaagsanayd ee qiimaha lahayd ee maxaan ku raadayay kartida lahayd ee uga qayb qaadateen
dhahdoodihii iyo maxaa ku ula dhageysateen culumti leedin baray wixii talooyinkii soo jeediseen iyaga laftooda iyaguna ahaa qaar dhaxalgala ugu dambeyn waxaan maan rajaynaynaa in waxa halka aan ku baranay inagoo ah madaxdii wasaaradda dhamaanteen inaynu gaarsiino shaqaalihii iyo saraakiishii iyo madax qaybeedyadii iyo ku-xigeenadii iyo intii naga maqnayd ee madasha aynu la joogin inaynu la wadaagno oo aynu ku wargelinno oo aynu ku wareejinno ayaa laynooga baahan yahay. Cabdisamed Cali Axmed, Badcas TV, Hargeysa. Ma ogtahay inay Somtel bilowday abaalmarinno cajiiba oo ay macaamiisheeda ugu talagashay? Waxaa ka mid a abaalmarinahaas dahab, microwaveyo, TV-yo iyo moobilo dhammaan shirkadda Samsung ah, account lacagi ku jirto oo banka dahab shiil ah, dalxiis aad ku degto hudheelada damal, iyo weliba 10 gaari oo Hyundai cusub ah, kuwaas oo qaar ka mid ah gaarayaan qiimo $30,000. Intaas iyo xidmooyin kale oo guud ahaan 5,000 oo abaalmarinood noqonaysa waad ku guuleysan kartaa. Waxa aad ka mid noqonaysaa liiska tartamayaasha haddii aad ku shubato ku hadal, ama aad ku shubato internet, ama aad tahay qof ka ganacsada ku shubashada, ama aad tahay qof u adeegsada e-dahab qaab shaqsi ah iyo qaab ganacsi ah. Ka qayb gal macmiil oo ka mid noqo guuleystayaasha. Si aad u hesho xog intan ka badan, fadlan garaac 333 ama 111.